ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريب لعب، شوف المنطقة المظللة 40 ياردة خارج منطقة الجزاء، هدفين صغار، هدف كبير طبعا، وفي منطقة يسموها منطقة محايدة اللي هي على أطراف هاي المنطقة، فيلعبون 8 ضد 6، 8 هم الأبيض، يلعبون كلهم داخل منطقة التدريب، سجلون بالهدف الكبير ويدافعون عن الهدفين الصغار، بينما الفريق الأخضر 6 بالداخل و2 بالخارج ساندين لا يحق لهم الدخول إلى منطقة التدريب فقط. فالأبيض يسجل بالكبير يدافع عن الصغير، الأخضر يسجل بالأهداف الصغيرة لمساعدة اللاعبين اللي بالجنب 17 ويدافعون عن الهدف الكبير بس. الاثنين والثلاثة من الفريقين هم بالحقيقة لاعبي احتياط، كل ما يعطي المدرب هذا اللي مع الكرات هو المجهز، كل ما يعطي إشارة بدل يخرج 17 يدخل 2 و3 من الفريقين، يستمر اللعب دائما بدل يخرجون 17 يدخلون 2 و3 من الفريقين، فالأبيض يخرج 17 يدخل الأبيض 2 و3، يخرج الأخضر 17 يدخل 2 و3، وهكذا دائما تبدل ذولا الأربعة، لا يحق لذول الأربعة الدخول في منطقة اللعب، بالنسبة للأخضر لا يحق لهم الدخول، بينما الأبيض يحق لهم الدخول في منطقة اللعب. 15 دقيقة تأتي راحة، أوكي، بعد الراحة تعكس واجبات اللاعبين، يعني تبدل الأهداف والفرق تأخذ دور معاكس، يعني الأخضر يصيرون 8 بالداخل والأبيض يصيرون 6 بالداخل و2 بالخارج، هذا واحد. بعض الأحيان المدربين يركزون على إعطاء دور ال17 بأحقية التسجيل من منطقة الحياد اللي يلعبون بيها، فهذول يلعبون أحرار ويقدمون إسناد لزملائهم 6 بالداخل، لكن بعض الأحيان المدرب يقول يحق لذول اللاعبين أن يسجلون من هاي المناطق في الأهداف الصغيرة. لماذا؟ عشان يعمل الفريق الأبيض اللي من 8 على بلوك، يعمل أمام اللاعبين ذولا من يستلمون الكرات، فيجبروهم على اللعب الساند بدل ما يسمحوا لهم بلعب الاختراق. شنو لعب الاختراق؟ هو أنه بإمكان هؤلاء اللاعبين 17 اللي يلعبون خارج منطقة التدريب أن يسجلون بالأهداف الصغيرة من أي مكان، لذلك يعني تعطى واجب أو يعطى واجب للاعبين الأبيض 8 أنه الأقرب إلى هذول اللاعبين خصوصا الحائز على الكرة خارج منطقة اللعب أن يعمل له بلوك بين الكرة وبين الهدف عشان يمنع من التسجيل المباشر، هذا واحد. في كثير من الأحيان واحدة من أهم التدريبات بعد ما يعرف بتدريب البدني الفني هو هذا النوع من التدريبات، لأن بيه كوتشنج كثير وبيه حركة كثير وبيه طاقة جيدة جدا، خصوصا أنت تدرب زيادة عددية داخل الساحة وتدرب يعني تساوي عددي عندما تكون الكرة مع الفريق الأخضر خصوصا أو الناقص عددا، خصوصا أنت تأخذ بالاعتبار أنه اللعب شوطين، كل شوط الزيادة العددية داخل الساحة تكون لفريق معين. حاول أن تركز على هاي التدريبات وحاول أن يعني تقلل من توقفات اللعب، فضع كرات عند الحارس جنب الهدف عشان يبدأ اللعب من تطلع الكرة أوت، لأن هاي التمارين ما بيها لا رمية جانبية ولا ضربة زاوية ولا، دائما اللعب يبدأ من المدرب أو إذا كانت لصالح الفريق الأخضر يبدي من الحارس أو المدرب سيان أو تحدد أنه دائما اللعب للفريق الأخضر، إعادة اللعب بعد تسجيل الهدف بعد خروج الكرة بعد يكون من قبل حارس مرمى الفريق، لأن يما كرات جنب كرات الأخضر، بينما اللعب مع الفريق الأبيض دائما يكون من قبل المدرب، هذا اللي أعطيناه إحنا. رقم 2، هذه الفعاليات لا تنساها، هذه الفعاليات يعني في فترة التحضير تغيير جذري في نمط الوحدات التدريبية
اللي نسبتها تكون عالية من ناحية بدنية، هذا ما بي ناحية بدنية، هذا لعب تكتيك، ومية بالمية أهم ما يميز هذا اللعب هو التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم وبالعكس. هاي نقطتين. ثلاثة، ممكن أنه أنت تعمل الشوط الأول 10 بـ10 يعني، وبعدين تعمل شوط ثالث تشيل الأهداف الصغيرة تضع هدف كبير وتلعب بنفس التنظيم، نفس التنظيم على هدفين كبار ونفس التنظيم 8 ضد 6 بالداخل والستة عندهم 2 بالخارج، وتعمل على شوطين، فيصير عندك 10 بـ10 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 40 دقيقة من تدريب اللعب الذي يستحق الاحترام والتقدير. أنا بتوفق من فضل الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولكل البشرية الصحة والعافية. إحنا شعب شعوب عاطفية الآن، يعني الشعب الفلسطيني قاسي مقاسات، حتى شجب بعد ما عدنا قدرة نجيب، بينما إحنا نقول يا رب يعني حل مشاكل الناس الفيضانات وهالأجواء الممطرة يعني دي يصيب الشعوب، شعوب هي ليست الحكومات. فدائما إحنا الله سبحانه وتعالى أعطانا عاطفة كبيرة كبيرة جدا، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق العظيم. لو أي أمة بالعالم، أي أمة أي مذهب عنده رسول الله قال بي وإنك لعلى خلق عظيم لحطوه على رأسهم ومشوبين أمام الناس. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا جزيلا.